2021 كان عاما حافلا في كل المحافل الرياضية. نستعرض لكم أبرز المحطات الرياضية التي حصلت في هذا العام. البداية، كريستيانو رونالدو ينتقل من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى ناديه الأم، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفريق الذي سطع نجمه في البداية بعد أن كان قريبا قاب قوسين وأدنى الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي، العدو والغريم التقليدي لنادي مانشستر يونايتد. ولكن في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي ينتقل رونالدو إلى النادي الذي برز فيه لأول مرة وحقق معه دوري أبطال أوروبا، ليصبح مانشستر يونايتد بهذه اللحظة من الفرق التي تهدد عرش أوروبا وبالذات الدوري الإنجليزي. وطبعا ننتقل إلى ميسي، وأهم انتقالات برأيي الشخصي هي أهم الأحداث التي حصلت في عام 2021. ميسي يغادر برشلونة ويذهب إلى نادي باريس سان جيرمان بعد 21 عام قضاها في رحاب النادي الكتالوني. الأقاويل تقول بأن ميسي طرد أو لم يطرد، أنهى عقده لم ينهي عقده، ولكن الذي حصل الدموع التي بكاها ميسي في اللحظة التي أعلن فيها أنه سيغادر لينتقل إلى فريق باريس سان جيرمان في مفاجأة كانت من العيار الثقيل وأوجعت كل عشاق النادي الإسباني. ميسي ذهب إلى باريس واستقبله هناك ما يقارب آلاف المشجعين في صفقة تعتبر من أهم الصفقات في الآونة الأخيرة، ليس فقط من الناحية الرياضية وإنما أيضا من الناحية الاقتصادية. وميسي يلبس رقم 30 ليترك برشلونة بعدما أن حقق هناك حقبة كبيرة امتدت لفترة 16 عاما تكللت بالعديد من البطولات الأوروبية والمحلية. وطبعا ميسي هو أيضا بالنسبة لي أيضا هو شخصية هذا العام. لماذا؟ لأنه حقق أيضا لقب آخر وهو لقب البالوندور للمرة السابعة في تاريخه، وهي الجائزة الممنوحة من الفرنس فوتبول بعد أن تغلب على ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وبذلك يأخذ ميسي اللقب للمرة السابعة وهو الوحيد في العالم الذي يصل لهذا الرقم ليضع اسمه كأفضل لاعب في العالم. وطبعا عام 2021 كان أيضا ضاحك بالنسبة لميسي والأرجنتين، إذ حقق منتخب الأرجنتين لأول مرة الفوز في بطولة كوبا أمريكا بعد 23 عام، آخرها كانت عام 93 للمرة 15 في تاريخه. ولكن مفاجئ في هذه المسابقة أنه حققها في أرض البرازيل عندما فاز في المباراة النهائية من هدف دي ماريا، لذلك يمنح دي ماريا الأرجنتين أول لقب قاري منذ 23 عاما، ليصبح الأرجنتين أكثر الفرق المرشحة للفوز في مونديال قطر 2022. وأيضا عام 2021 يمتاز أيضا في البطولة الأوروبية يورو 2020 التي أجلت بسبب الكورونا وأقيمت في عام 21، وفاز فيها المنتخب الإيطالي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز في الركلات الترجيحية على فريق إنجلترا الذي كان أبرز المرشحين في المباراة التي أقيمت في النهائي في ويمبلي بالركلات الترجيحية، ليضع إيطاليا لأول مرة اسمه كاسم بارز ويحقق البطولة للمرة الثانية في تاريخه. وفي بطولة كأس العرب التي امتازت وأقيمت في قطر لأول مرة منذ 9 سنوات، تفوز فيها الجزائر بعد أن فازت على تونس في مباراة نهائية بالنتيجة 2-0 في يعني ممكن أن نقول مسابقة تعتبر أنجح مسابقة للعرب ستقام وأقيمت في قطر تجهيزا لمباريات المونديالية التي ستقام في عام 2022. الصحافة أطلقت على هذا مونديال العرب وسيكون مجسم صغير لما سنراه في الصيف المقبل. الجزائر تعتبر أكبر منتخب عربي يفوز بهذا اللقب وأقوى منتخب عربي. وطبعا نذهب إلى الأولمبيادة، أولمبيادة 2020 التي أقيمت في طوكيو أجلت بسبب الكورونا، أقيمت في طوكيو في 2021 وامتازت أيضا بعدم وجود الجماهير. اللافت هنا أن هذه تعتبر أكثر أولمبيادة ناجحة للعرب، إذ حقق العرب ما يقارب 18 ميدالية منها أيضا ميداليات لأول مرة تمنح لقطر ولعدة دول، وامتازت أيضا بالميداليات الذهبية. لذلك يطلق البعض الصحفيين على أن هذه الأولمبيادة هي الأنجح بالنسبة للعرب. ولأفضل شخصية برأيي لهذا العام أيضا في الأولمبيادة كانت سيمون بايلز. سيمون بايلز لاعبة الجمباز الأمريكية التي كانت مرشحة لنيل أكثر الجوائز في جائزة الجمباز في الأولمبيادة، قررت الاستقالة والاعتزال بسبب المشاكل الذهنية التي تمارسها. سيمون تحدثت في وسائل الإعلام وقالت أن الصحافة الأمريكية وجميع الأمريكيين يواجهون لها ضغط نفسي من هي يجب أن تأخذ اللقب. قالت أنها لا تستطيع أن تكمل المسيرة، لذلك قررت الاعتزال، وبذلك يعني ناقت استحسان من جميع الرياضيين الذين يشاركون في الأولمبياد ومن خارج الأولمبياد. وبرأيي الشخصي هي كرياضية تعتبر أفضل شخصية رياضية لعام 2020.
2021. هذه كانت أبرز المراحل الرياضية، والآن ننقل لكم أبرز المراحل الفنية في عام 2021. نقف عند أهمها، والبداية كانت في هوليوود في أمريكا. الممثل الأمريكي أليك بولدوين يقتل عن طريق الخطأ في سلاح خلبي مصورة الفيلم الويسترن الذي يقوم في تصويره هناك في مدينة تكساس، فيلم الأفلام الغربية، وأيضا يجرح المخرج. المصورة لاقت حتفها في حادثة تحدث عنها الجميع، جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحدث عن هذه الحادثة. وأليك بولدوين كانت مشاهد دموعه عندما اعترف بأنه قتلها بالخطأ ولم يكن يقصد انتشرت على جميع وسائل الإعلام. وإلى أهم حدث فني حدث في عام 2021، مسلسل لعبة الحبار الكوري الجنوبي مثير الجدل ولكنه تخطى جميع الأرقام القياسية. هو أول مسلسل من إنتاج نتفليكس الأصلي الذي يتخطى 111 مليون مشاهدة، ليصبح أكثر مسلسل تم مشاهدته من قبل جميع المسلسلات في نتفليكس. ليس ذلك فقط، المسلسل ترجم لعدة لغات، أثار ضجة كبيرة بسبب محاربته للرأسمالية وللفقر وللدموية الزائدة، وأصبح أبطال هذا المسلسل نجوم كبار. وأيضا نبقى في نتفليكس التي أيضا امتازت هذه السنة ليست فقط في المسلسلات الإنجليزية الناطق بالإنجليزية، ولكن أيضا المسلسلات العربية، ومنها المسلسل العربي مدرسة الروابي للبنات، وهو المسلسل الأردني الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي وفي العالم، وحتى في إسرائيل كان من المسلسلات الثلاثة الأكثر مشاهدة عندما تم عرضه على منصة نتفليكس، الذي يسلط الضوء على قضية التنمر في المدارس العربية وخصوصا في الأردن. وفي النهاية كان فيلم أميرة الأردني الذي رشح للأوسكار وكان مقرر أن يتم ويمثل الأردن في الأوسكار تمت سحبه بالنهاية بسبب الضجة الكبيرة التي حدث هذا الفيلم، لأنه تطرق لقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، يعني ضجة إعلامية، آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بسحب هذا الفيلم، هاجموا صبا مبارك الممثلة الأردنية التي تقدم البطلة هذا الفيلم في صفحتها على الإنستغرام، وبذلك الهيئة الأردنية للأفلام تقوم بسحب هذا الترشيح. ليصدر الستار على أهم الأخبار الثقافية والرياضية لهذا العام. زملاء المشاهدين، شكرا لكم، ونتمنى لكم عاما جديدا، وكل عام وأنتم بخير.